الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب طلاب اليوم كم حضرتنا أجهزة والقياس مرحلة ثانية وزن تكونات تست الحاسوب. وصلنا آخر محاضرة للأندرسون بريدج. شوية أريد تنتبه وياي لأنه هذا شوية بي بسيط، تعقيد بسيط، أرجو أن تنتبه وياي. البريدج هذا هو شكله، لاحظوا وياي، هذا هو شكله البريدج. المطلوب قياس هذه هي المحاذ، تمام، معرفة قيمة الـ1 والـ1، معرفة المحاثة ومعرفة المقام، يعني بين قوسين معرفة الملف، قياس معرفة الملف. لاحظوا وياي إذا لاحظت هذا البريدج ما بي معالم واضحة لقيم الممانعات الأربعة مثل ما بالبريدجات الساقة. على سبيل المثال نلاحظ مثلا هذا البريدج، هذا البريدج معروف الـ1 هي عبارة عن R1 و C ذني على التوازي، نوجد قيمة ذني L و R على التوالي، نوجد قيمة وهي R2. واضحة جدا Z1 منو، Z2 منو، Z3 منو، Z4 منو. إنما هنا أندرسون بريدج تلاحظوا وياي يعني ما تقدر تقول لي أنه Z3 شن هي، تمام، ولا تقدر تقول لي مثلا Z2 شن هي، تمام، ولا تقدر تقول لي Z4 شن هي. واضح؟ فإحنا هيك حالة لازم نحول هذا الشكل إلى فد شكل مبسط أكثر بحيث نعرف قيمة Z1 Z2 Z3 Z4 حتى عن طريق نحقق شرط البالانس اللي اتفقنا عليه، ونقدر نحل ونوجد قيمة الـ1 والـ1، تمام. إذا نلاحظ هذا الشكل اللي هو R3 R5 والC، هذا يمثل لي شكل دلتا. شوفه يبدي من DCE، هذا الشكل DCE هذا شكل دلتا، هذا شكل الدلتا ممكن أن نحوله إلى ستار، واضح، راح يصير هذا الشكل. تحويل الدلتا والستار تعرفوها. حتى نوجد قيمة ZOE، تمام، حتى نوجد قيمة ZOE شنقول؟ نقول حاصل ضرب السي أو الممانعة مالت السي اللي هو 1/j ωc في من؟ في الـ R4 على مجموحة ثلاثة، على مجموحة ثلاثة. ZOC ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي حاصل ضرب R3 في 1/j ωc على مجموحة ثلاثة، واضح. ZOD ايش راح ZOD ايش راح يساوي؟ R3 في R5 على من؟ على مجموحة ثلاثة، واضح. هذه هنا نحولهن إلى ستار، فإذا تحولت إلى ستار بعد وضحت عندنا من هي Z1، من هي Z2، من هي Z3، من هي Z4. انتبهوا وياي، Z1 هي عبارة عن شنو؟ R1 زائد j ωl1، تمام؟ هذه هي Z1. Z2 هنا عبارة عن شنو؟ عن R2. Z3 عبارة عن زد شنو؟ OC، تمام؟ زد OC ايش قد قيمتها قلنا؟ هي R3 في واحد على j ωc على من؟ على مجموحة ثلاثة اللي هي R3 زائد R5 زائد 1/j ωc، تمام؟ هذه هي Z3 اللي هي Z OC. Z4 هي
هي R4 زائد زد أو دي. زد أو دي شو تساوي لي؟ R3 في R5 على من؟ على مجموعهن ثلاثة اللي هي R3 زائد R5 زائد 1 على جي أوميجا سي. تبي هو هنا موضح لك اياها. زد أو دي هذه الزد أو دي اللي اتفقنا عليها قلنا هي شنو؟ هي R3 في R5، هاي R3 في R5 على من؟ على مجموعهن ثلاثة على R3 زائد R5 زائد 1 على جي أوميجا سي. تمام، هذا هنا بالتحويل من الوورد والاكسل زائد طالعه الاوميجا طالعه شويه التحويلات تخربطت عندي. فهنا R3 زائد R5 زائد 1 على جي اوميجا سي، اظن واضحه. نفس الشيء زد او سي، تمام، هذا زد او سي. زد او سي شلون نطلعها؟ نقول R3 في 1 على جي اوميجا سي على مجموعهن ثلاثة. R3 في 1 على جي اوميجا سي، اوميجا جي اوميجا سي على من؟ على مجموعهن ثلاثة اللي هو R3 زائد R5 زائد 1 على جي اوميجا سي. خلطيك ملاحظة بسيطة، كل انواع البرجات، كل انواع البرجات اني اتعامل ويا المحاثة عبارة عن جي اوميجا ال، ويا المتسعة عبارة عن واحد عبارة عن واحد على جي اوميجا سي، واضح؟ ويا من؟ ويا المحاثة عبارة عن جي اوميجا ال، ويا المتسعة عبارة عن واحد على جي اوميجا سي. بعد ما تفرض هذه القيمة الهن تتعامل وياهن كأنما هن مقاومة، بس قيمتها هذه القيمة. بالنسبة للمحاثة قيمتها جي أوميجا L1، بالنسبة للمتسع قيمتها واحد على جي أوميجا سي. خلاص تعامل وياهن من نوع غادي بعد كأنما هن مقاومات بس بهذه القيمة، واضحة؟ حتى لا تشتبه عندك ولا تخبط ها شلون هاي متسعة هاي مقاومة، لأن شو نسوي الحين؟ فهمت قصدي؟ إن شاء الله واضح. هسه خلص بعد هاي الزيت وان هي عبارة اتفقنا أنه هذني R1 توالي ويا من؟ ويا هاي المحاثة اللي هي شنية جي أوميجا L1 R1 زائد جي أوميجا L1. Z2 وينها؟ هنا هاي Z2 هي R2، تمام؟ لأن هذا حولناه إلى هذا الشكل حتى بين قيم الممانعات. Z2 هي R2، Z3 هي ZOC، تمام لولا؟ و Z4 هي R4 زائد ZOD، هاي R4 زائد ZOD، واضح؟ هسه عوض عن قيمة كل زيت وحقق شرط البالانس اللي هو Z1 في Z3 تساوي Z2 في Z4، عوض عن قيمة Z1، عوض عن قيمة Z3، عوض عن قيمة Z2، عوض عن قيمة Z4، تمام؟ واضرب وقسم واختصر توصل النتيجة. احنا اللي نريده شنو من هاي الهوسة كلها؟ نريد قيمة R1 والL1، واضح؟ فالR1 هذا قانون، انتبه ويا انا راح اخذ لك اياه على البرنت حتى اكتب لك اياه كتاب حتى لا تشتبه. انتبه ويا عزيزي، هذه R1 تساوي وهذا هنا أنا أكو عدة قوس واضح. واضح إن شاء الله. أنا اللي أريده من عندك هاي القانونين، شوف هذا قانون R1، R1 يساوي R2 في R4 على R3، هذا قيمة R1 وهذا قيمة L1، هذا قيمة L1، واضح؟ هذا قيمة R1، هذا قيمة L1، هن هذين المطلوبات.
تمام لولا ان احنا نريدهم، واضح؟ زين. بعد ما استخرجنا قيمة الوان واروان ناخذ النفذ، مثال بسيط، هذا مثال. هذا الاندرسون ريدج، تمام، وهنا حال الكيا تطبيق مباشر للقانون، منطيق قيم هندني كلهن. هسه شوف هذا الحكي كله، منطيق قيمة السي، منطيق قيمة الار، منطيق قيمة الار تو، منطيق، لان كل قيم هن منطيق اياها. انت المطلوب من عندك شنو؟ تطبق القانون تطبيق مباشر. الالوان شي يساوي سي في الار تو الكل في ار 4 زائدا ار 5 زائدا ار 4 في ار 5 على ار 3 قانون اللي تساك، والار 1 هذا قانون هذا قانون، واضح؟ فتطبق تطبيق مباشر، تطلع قيمة ال حسب هذا القانون، تطلع قيمة الار 1 حسب هذا القانون، واضحة؟ سهل وبسيط جدا. هذا ايضا example ثاني نفس الترتيب، هم تطي قيمهن وتعوض، طلع على قيمة ال، طلع قيمة ال. فاتقلنا شنية، هذا طبعا هو الاندرسون بريدج، هو تعديل على الماكسويل وين بريدج، دلوا عليه بشكل بسيط، استخرجوا قيمة الملف او عرفوا قيمة الملف عن طريق متسعة معلومة ومقاومات، متسعة معلومة ومقاومات، معلومة عرفوا قيمة ملف مجهول، واضح؟ الهايز بريدج هذا هو شكله، هذا الهايز بريدج نفس الترتيب، ما بي اي اختلاف، هم معتين شرط البالانس Z1 في Z3 تساوي Z2 في Z4 واضح. هم المطلوب تعرف قيمة ال3 والR3، هم تطبق شرط البالانس وتختصر وتوصل لهذه النتيجة، وهذا اكزامبل عليه، تمام، تعوض القيم تطبيق مباشر تطلع قيمة الR1 والL1. الأونز بريدج شباب، الأونز بريدج هذا هو شكل الأونز بريدج، هم نفس الترتيب، واضح؟ طلع قيمة الL3 والR3، هذا القانون هنا نكتب لك إياه، هما تين تحقق شرط البالانس نفس الترتيب، تعوض قيمة Z1 Z2 Z3 Z4 وتختصر توصل النتيجة الR3 والL3، هذه هي النتيجة مالتي. تمام، هذا البريدج شوية بي محولة هنا عندي، فأكو مجوال كارنت قاعد ينتقل بين هذا الملف وهذا الملف، يصير حث بيناتهم، فراح يتولى التيار حثي، هذا التيار الحثي شوية راح يخرب. فهم راح يشتغل كيا باشتقاق. عفوا شباب شوية نمطيتي من شباب. زين